المغرب دولة تقع في أقصى غرب شمال إفريقيا، وهي بوابة البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. وبسبب موقعها الجغرافي الفريد والعوامل التاريخية، قد تأثرت المأكولات المغربية بالبربر والعرب واليهود تأثرا كبيرا. ومعظم المأكولات المغربية مطبوخة بوعاء الطاجين. الطاجين هو عبارة عن وعاء مغربي مصنوع من الطين، وتم تصميمه على شكله هذا لتعميم الحرارة في داخله، وتكون اللحوم في أسفل الوعاء لعرضها على الحرارة مباشرة، والخضار على اللحوم لتحضر على نار خفيفة. ثم الطاجين التقليدي قابل للاختراع مثل أي أوعية أخرى لتمتص الرطوبة والدهن والنكهات، مما يجعله يزداد لذة وطعما مع مرور الأيام، كما يجعل ذلك المأكولات المغربية صالحة لصحة الإنسان جدا. لكن من المؤسف أنه لا يوجد كثير من المطاعم المغربية الأصيلة في الصين، وليست لها شعبية. لذلك نحن أسسنا مطعم الطاجين لتقديم النكهات المغربية الأصيلة للصينيين.